للحقيقة اللي عم بيصير مع إدارة بنك سردار شوي مستغرب. نحن بال 2015 أبرمنا اتفاقية مع إدارة البنك بتحدد تعويضات تدفع لكل الزملاء ببنك سردار بعد ما صارت عملية الدمج، وبالتالي كمان كان في فرصة للبنك يعيد ترتيب أوضاعه الداخلية ويعيد هيكلة الإدارة، وبالتالي ينطلق بجو من الطمأنينة والاستقرار بين الموظفين وبين إدارة البنك، وهيدي لمصلحة الطرفين. لكن للأسف بال 16 طلع عدد، بال 17 تفاجأنا أنه في ناس جديد طلعوا، وكان التبرير أنا ذاك أنه في فروع منا منجية مضطرين نسكرها ومضطرين أنه نظهر موظفينا. أخذت معنا إشكالية هاي عملية الصرف لأنه رفضوا أنه يطبقوا الاتفاق اللي انعمل بال 16. بال 18 اليوم في سبب آخر وفي صرف ل 50 موظف. الصرف هالمرة عم بيكون أنه في تقنية جديدة عم بتفوت على العمل المصرفي، بس هاي التقنية موجودة بمصارف أخرى وما اضطرت أنه تخفض عدد الموظفين. طيب المستغرب أنه ليش ببنك سردار بالذات نفس التقنيات اللي ما صار على أساسها تخفيض عدد الموظفين عم بيصير في تخفيض ببنك سردار. الشغلة الثانية الأهم من هيك هي كمان هالمرة التعويضات المطروحة هي أقل بكثير من التعويضات اللي اندفعت بال 16 وبال 17، وبالتالي كمان لازم يكون في مساواة بالتعويضات بالنسبة لكل الموظفين المصروفين بغض النظر عن الأسباب، طالما هني مش مرتكبين مخالفات بتوجب صرفهم بدون تعويض. نقطة الخلل الأساسية، يعني كل ما هي الأزمة مصدرها الأساسي هو مخالفة بنك سردار الواضحة لقانون تسهيل دمج المصارف يلي صدر ب93. هيدا القانون مثل ما بتعرف رعى ونظم عملية دمج المصارف الصغرى والمتعثرة، وبعد صدور هذا القانون صار في عشرات عمليات الدمج المصرفي كلها تمت بسلاسة وبطريقة راعت القانون وراعت الأعراف المصرفية الملزمة، باستثناء ما حصل مؤخرا مع بنك سردار يلي أزمته منا أزمة جديدة، أزمة عمرها 3 سنين، واليوم نحن أمام الدفعة الثالثة من المصرفين كان سبق دفعتين. قانون تسهيل دمج المصارف نص بشكل صريح على إعطاء الموظفين المصروفين نتيجة عملية الدمج تعويضات إضافية، وألزم المصرف الدامج بشروط معينة بموجبات معينة مقابل استفادته من مزايا وحوافز وعفاءات ضريبية وقروض ميسرة. اللي صار إنه المصرف استفاد من القروض الميسرة من الحوافز من العفاءات الضريبية، ولكن بالمقابل تخلف عن تنفيذ موجباته وجرب حاول الاكتفاء بإعطاء الموظفين المصروفين التعويضات المنصوص عنها بقانون العمل وبعقد العمل الجماعي فقط، وعم بيحاول اليوم حرمانهم من التعويضات الإضافية يلي هي حق مكتسب لقلهم ويلي نص عنها قانون تسهيل دمج المصارف يلي تم تكريسها ببروتوكول رعته وزارة العمل وكان المصرف فريق فيه، ولكن للأسف نطر لحتى انقضت مدة البروتوكول وبدأ عمليات الصرف. وأيضا الأعراف المصرفية اللي هي صارت ملزمة بمثابة القانون نصت بشكل صريح على إعطاء الموظفين المصروفين تعويضات إضافية. نحن دقولنا وقالولنا لحتى نروح نقابلهم بالهيومن ريسورسز بالأشرفية ببنك سردار، فنزلنا كانوا استقبلونا أنه عم بيشكرونا انه نحن خدمنا معهم وانه هلا بنعتذر منكم بدنا نفللكم، فقلنا له نحن بس بنظهر هيك بلا شيء. قال لا نحن عندنا بروجرام نعطيكم شيء صرف تعسفي وزياده كم شهر منهم هن اللي هن 22 شهر. فنحن لانه قبلنا كان في ناس ظاهرين وقبلنا كان في ناس ظاهرين وعاطينهم أكتر بكتير منا نحنا، لأنه كانوا عاملين بروتوكول أول ما اندمج البنك، فنحنا قلنا نحنا مش مزبوط إنه نقبل بهالوضع. موظفة بالصناعة والعمل لـ 26 سنة،
بعتوا وراي انه استغنوا عن خدماتي. انا بعتبر انه اذا بعد عندي 8 سنين لا اشتغل، على القليله عم طالب بنصه. نحن انا صراحه طلعوني بسبب الكوست كاتينج، قال في عم يعملوا كوست كاتينج وفي ناس جابوا ناس بتشتغل بتقبض معاش اقل منا، ونحن صرنا عم نكلف المؤسسه. فما بتصور انه هيدا سبب مقنع، لانه نحن منا مدراء ومعاشاتنا مش معاشات مدراء، بس كانت هيدا السبب يلي عطوني انه عم يعملوا كوست كاتينج، عم بخففوا من المصاريف. اذا المصرف عم بيجرب يطبق معايير غير قانونية، معايير لا تمت إلى الأعراف المصرفية بصلة، وما حصل يرتب مسؤولية ضخمة على المصرف. مخالفته لقانون تسهيل دمج المصارف يرتب مسؤوليات عليه ويستتبع حكما بحال بقي المصرف مصر على موقفه إجراء تحقيق بكل بعملية الدمج برمتها. نحن نعتبر أنه المفاوضة لازم تكون من الند للند، المفاوضة تكون بأجواء مريحة للفريقين، وأهم شيء ما بده يكون فيه لا ضغط ولا إكراه. مشان هيك نحن مصرين أنه هالزملاء لازم ياخذوا نفس التعويضات اللي قبضوها زملائهم بعام 2016. كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين من لبنان إلى كل العالم. بنلتقي معكم مش حتى ننقل هموم الوطن، معاناة شريحة كبيرة من أبنائه، ولكن واقع منسعى لحتى نوصفه ونحن متفائلون إنجاز التعبير، ولكن ما بعرف إلى أي مدى ممكن نستمد التفاؤل في ظل عدم إمكانية المواكبة والمتابعة في ظل الوساطات القائمة. مع ضيوفنا اليوم رح نحكي عن هموم يمكن بطال كل واحد منا من خلال شرح لوقائع مهمة كتير توليها الاتحاد، توليتها النقابي وكل المعنيين بندوات ومؤتمرات صحفية، ولكن حتى اليوم ما في شيء استجد إلا التعنت والتعنت. اسمحوا لي بداية نرحب بضيوفنا اللي اشتقنا لهم وقلنا زمان ما التقينا فيه، رئيس نقابي موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. نحن قلنا قلنا زمان ما التقينا كله ماشي تمام، يعني ليك هو أصدق ما نجي لأن بتكون الأوضاع أسلم، بس هلأ رح تشوفنا كتير. بدنا نجي وبدنا نقول هذه حلول لأنه نحن مصممين على حل المشاكل. ان شاء الله ان شاء الله. كمان اسمحوا لي سوا رحب باول اطلالي لانا عبر مشاكل وحلول، وكنت بتمنى تكون مش بهذا يعني التعريف اللي بدي اقوله، دونيس سقر عضو لجنه الموظفين المصروفين في بنك سردار. اهلا وسهلا فيك ستنا. اهلا فيك. مرسي. بدنا نسمع صوتي. قادره تحكي؟ اكيد اكيد. هالمعاناه قديش اخذت من قدرتك؟ ما شاء الله، لأنه عندك طلاقة عم نلمسها وعم نتابعك بالإعلام. اليوم بدنا نوصف القضية لحتى نقول هيدا هو الحل اللي نحن بدنا إياه وفق القانون طبعا. أكيد أكيد. ليك الظلم بيولد عند الإنسان القوة أنه يدافع عن حقه وعن حق زملائه وعن، وهيدي قضية محقة أنا بنظري وكلنا مظلومين فيها. إن شاء الله خير. نقيب يعني إذا بدك تسمح لي بداية كيف بدنا نعرف الواقع يلي عم بيصير؟ سمعنا رئيس الاتحاد من شوي، سمعنا الشباب عم بيحكوا، أخذنا وجهة نظر قانونية، ولكن انطلاقا من علاقتك اليومية المباشرة بهذا الملف كيف ممكن نوصف القضية؟ هل مزبوط المصروفين غير كفؤين؟ خلينا نقول شغلة. تفضل. بكل عملية دمج بتصير أكيد بيكون في بنكين تم الدمج بيناتهم. نعم. وبيكون في بهالبوزيشن ذات الموظف اللي بيكون بهالبوزيشن يعني ما بتحتاج. نعم. ايوه لهالسبب كان في كان هنالك عمليه تعويضات اضافيه لعمليات الصرف بعد عمليات الدمج. وهيدي اي سنه صارت؟ هيدي بلشت من عشرات السنين. نعم. ولكن يلي اجى بقانون دمج نحن ما كان كافي عن بالنسبه لنا، وصار في اتفاقيات بحدود 30 اتفاقية صراحة مع 30 مؤسسة مصرفية تعدت القصص اللي عطتها اللي عطيها القانون الصار، ووصلنا لقصة للي صار مع بنك سردار حاليا يلي هن كانوا بنكين، بنك الصناعة والعمل وبنك التجاري للشارع الأدنى NSAB و BET المعروفين.
فهي اللي صارت بال 2015 ونحن تولينا عملية المفاوضة منشان نوصل إلى حلول سعيدة. نعم. بدون ما يكون في مشاكل. وصراحة بعد مفاوضات طويلة قدرنا. نعم. توصلنا إلى بروتوكول معين احترم؟ خليني أقول البروتوكول سنة 2015. نعم. يلي اتفقنا عليه 2015. نعم. احترم بال 2016 لأن يعني كان عنده. أوكي. فترة زمنية هلأ. ونحن تمنينا على إدارة البنك وأنا والرئيس جورج شخصيا حكينا مع استاذ ماريو سردار وقلنا له إذا ممكن once for all عمول معروف اشتغلوا الهيكلية خدوا وقتكم على الهيكلية اللي بدكم تعملوها اللي بتريدوا انكم تطلعوا في بروتوكول يعني يؤمن حقوق الموظفين ونايل على رضاهم. شو كان الجواب؟ انه هيك رح بيصير نحن رح منقدم لوائح بالعالم اللي بدنا نظهرهم والعالم اللي ما بدنا نستغنى عنهم. نعم. نحن اكيد عندنا لهم محلات وهالمحلات موجودة وهني كلام لا حصل بال 2016. نعم. صار في استغناء عن 50 موظف تقريبا واخذوا البروتوكول المتفقين عليه. اوكي. راحوا بخير وسلام واعتبرنا انه القصه خلصت. نعم. هلا بال 2017 بين انه في لائحه ثانيه هاللائحه الثانيه هي مؤلفة من 11 يعني. نعم. قوام 11 موظف بده يتم الاستغناء عنه. نعم. هلا بهالوقت يعني كان عنصر مفاجئ لنا انه بعد ما ختم جرح اللي فلو يعني. نعم. بكم شهر خلينا اوكي اذا بدنا نفللون نفللون على البروتوكول يلي صار له كم شهر انتهيت مدته. ما احترم هون الاتفاق هون لم يحترم وهون بلش. نعم. الكلاش بلشت المشكله هون. طيب اذا بتسمح لي رح تابع معك بس بدي اخذ راي دنيز اليوم انت وقت اللي عم نحكي عن هذه القضيه عم رحب بحضرتك انت من لجنه الموظفين المصروفين تالت يعني دفعه. نعم. تالت دفعه نعم. كل دفعه كان في اللجنه الثانيه للاسف انه كانوا قليل وما اسسوا. هلا انتوا قد عددكم المصروفين؟ عددنا حوالي 50. طب البعض بيقول انه انتم يعني في قصه مضي يعني موظفين غير كفؤين على المتابعه وفق يعني التطورات المطلوبه للبنك، انت شو بتردي وشو بتقولي؟ يعني انطلاقا من الريبورتاج اللي شفناه وشفنا يعني تعريف الصبايا، قديش عندهم كفاءه بالمؤتمر الصحفي لانه تسنى لنا انه نتعرف يعني على هويتهم والسريه تبعهم. من كل تقريبا اللي حكيوا في كثير منهم طلبوا من الاداره بال 2016. نعم. انه بليز اذا بدكم تشيلوا موظفين شيلونا مع زملائنا ونستفيد من البروتوكول ونظهر كرامتنا. قال لا كلكم نحن ما بنستغني عنكم وكلكم كفؤين وكلهم بمراكز مسؤوليه يعني. نعم. هو هالموظفين تقريبا مين حل محلهم اليوم؟ موظفين جابوهم جديد. نعم. عندهم نفس الخبره؟ أكيد ما عندهم خبرة 30 سنة يعني موظف جديد طالع من الجامعة جديد كيف بده يكون عنده خبرة 30 وال 35 وال 40 سنة؟ طيب شو الهدف رأيك مادي فقط؟ الهدف ممكن مادي هدف ممكن شفتك طلعتي بالنقيب بدك يجاوبنا النقيب لأنه ممكن الأعمار عم. نعم. بيجربوا يقلصوا أعمار بس الخبرة يعني مع كل التقدير الخبرة كمان للأسف يعني إنه يعني مفترض أن تحترم صح بس للأسف هيدا مش موجودة كان نقيب اللي ليش كنت عم تطلع فيها بس كنت عم تحكي لا خليني صور بالموضوع بس أنا كنت بمحل القطش نعم يلي هو في ثلاث دفعات طلعوا. نعم. اول دفعه هي 2016 مش الحال تاني. 2017 ما مش الحال وصلنا لكلاش بيننا. نعم. وبينهم كبير. نعم. وحتى تدخلنا عملنا وساطه قبلنا بوساطه الوسيط وهن رفضوا الوساطه وزاره العمل اتحاد العمال العام كمان دخل على الخط وهون دخل اتحاد العمال العام ومشكور الدكتور بشاره اسمر. شو صار نتيجه؟ حاول انه بالتي هي. نعم. احسن بالتفاوض ما وصلنا. نعم. بالتفاوض نزلنا باعتصامات اثمرت قدام قدام اثمرت الاعتصامات عطيت شيء نتيجه؟ لو نحن بعد الاعتصامات. نعم. صار في اخذ وعطى بيننا وبينهم وتم
تم يعني صار في إعادة للتفاوض. بإعادة التفاوض استمر التفاوض بعد الاعتصامات حوالي شهرين ولا ثلاثة، وصلنا إلى نتائج مقبولة. خليني أقول مش مثل 2016، يعني بتساوي تقريبا 60% من 2016. خلينا نحكي عن تحرك اليوم، نحن بال 2018 خلصنا. خليني كف، خلصنا ال 2017 وقلنا الحمد لله يعني خلصت الأمور، طلت 2018. أنا بدي أسأل شغلي لإدارة بنك سرادات، هلا بال 2017 قدموا لوزارة العمل حوالي 50 اسم إنه هن بدهم يستغنوا عنهم بحجة شغلتين: الديجيتال بانكينج، الحسابات الرقمية. هيدي شغلة يعني كبيرة كتير، يعني مش رح يقدر العقل البشري يحوشها، يعني دونيز ما عنده عقل يقدر يحوشها، فأذن أنت طلعي برا لأنه ديجيتال بانكينج. شو الديجيتال بانكينج؟ الديجيتال بانكينج هو أنه أنت عندك مثلا تنفترض بدك تعمل ترانسفر باي فون أو باي آي على الانترنت، تقدر تعملها، يعني ما بدها شيء، شغلة كتير بسيطة. وفي قصص عمليات كتير بتصير، بس لحد اليوم بعد ما في موافقة نهائية من مصرف لبنان على كل عمليات ديجيتال بانكينج. شو الاستغناء عن الموظفين؟ عفوا، شو لها علاقة يعني هالتطورات اللي فيها بالاستغناء عن الموظفين؟ هو مش قادرين، مش قادر عقلهم يحد الديجيتال بانكينج، يعني لا هاي شغلة مش مقبولة. هاي شغلة اولا عم تبريرات غير مقبولة. لا خليني اقول شغلي بالديجيتال بانكينج. في واحد كان عم بيشتغل عليا بسرادار بانك وهو بالاي تي، هيدا طلع اسمه تيفل، لك ما هو ربا هيدا عم بتفلله ليه؟ في سؤال ما له جواب، عم بحكي بس كاس وفي يروح على عدة كاسات. هلا المهم خليني اقول شغلة بقصة المصروفين حاليا، وصلنا لانه يا خيي خلينا نفللهم بالطريقة المناسبة، خلص بدكم تفللون، وهيدا حق انه البنك تقول ما عفوا المؤسسه ما بده الموظفين، بس بدها تدفع حق وكما دفعوا لاسلافها، ما يعني وصلوا معنا، خليني اقولها مثل ما هي. وصلوا معنا انه يدفعوا 9 أشهر فوق قانون العمل، وهونيك كنا دافعين 3 مرات قانون العمل و5 مرات و7 مرات. يعني قديش قانون العمل؟ قانون العمل الماده 50 يلي هي 12 شهر. يعني بال 2016 كنا دافعين 6 و7 مرات قانون العمل، بال 2017 توصلنا ان ندفع 3 مرات قانون العمل ودفشه، هلا عم بيدفعوا 9 أشهر بس. 9 أشهر يعني 9 أشهر مش مقبول ولا من قريب ولا من بعيد. خليني اقول شغلي، رحنا على وساطه، الوسيط عطي وساطته بانه خلينا نتعامل مع هالعالم مثل ما تعاملنا مع رفقاتهم اللي راحوا، رفضوها. هلا في شغله يمكن تنسأل ولازم يعرف الشعب اللبناني، لانه كانه موظف البنك عنده معاش يا لطيف. انا بدي هيك جايب ليحه معي تقول هول المبالغ العتلانين همهم بنك سرادار، اذا هول عتلانين همهم بنك سرادار يعني في هم على بنك سرادار، إذا هاو عتلانين هم المعاشات بنك سرادار. هي علامة استفهام. نعم. معلي خليني أقول، قديه بتتصور مدير فرع قديه بيقبض؟ قديه بيقبض؟ كلمة، قول كلمة. 3 ملايين 4 ملايين 3 ملايين و200 ألف بعد كم سنة خدمة؟ 32 سنة خدمة. في عيب. معلش خليني كفي لك. تفضل. موظف 1,970,000 34 سنة، موظف 23 سنة 1,900,000، موظف 40 سنة 1,695,000. عن شو عم نحكي؟ كلهم سوا ما في حدا هيدا راس سعرهم 3,200,000. 3,200,000 هو يعني ال 50 موظف شو بيعملوا فروقات؟ ماني حسبهم صراحة. أنا ماني حسبهم، بس أنا لمن عم بحكي بهالأرقام وكأنه عم بدفع الشهر، وكأنه الشهر شهر، ولك الشهر بيساوي شغلة ما لها قيمة. يعني نحن مش عم نحكي بشهر موظف بنك تجاه الشعب اللبناني بيقولوا أنت موظف بنك، يعني أنت شو عبالك تعا تجوزك بنتي لأنه أنت قادر تستأجر وتستأجر له وتسهرها وتاخذ لها شل، ولك مش قادر يوصل لعشر شهر المعتر. يا عيب كان. هل عتلانين هم بنك سرادار؟ دونيس كم سنة اشتغلت ببنك؟ 35 سنة. نعم.
يعني اللي كان عم بيقوله النائب من شوي كان يتوافق من 35 سنة مع الصبية أو الشاب اللي بيشتغل ببنك؟ أكيد. يعني قبل وقت الفتنة موظفين بنوكي كانوا يقولوا شو عباله موظف البنك. هلأ وصلنا لمحل يعني أنا مني وعلي أو حيالة زميل من زملائي أولادنا مش وارد نفوتهم على البنك. أول شيء المعاشات منخفضة. تاني شيء ما في احترام، يعني إذا كل البنوك بدو يتعاملوا مع الموظفين مثل ما تعاملوا معنا إدارتنا في مشكلة بالقطاع المصرفي. يعني قلة الاحترام وين لمستي يا حضرتك؟ لمستها بأول شيء بطاردي من البنك بدون سابق إنذار. بدون سابق إنذار؟ بدون سابق. كيف بلغتي؟ تلفنوا لنا على التليفون تفضلوا، طلعنا عند المدير قال سوري منعتذر، كل واحد عطيه تبرير انه انا ما بيقدروا يستغنوا عني بس الادارة خلص مش موافقة على الموضوع. نعم. اوكي قال له معك بتروحي على البيت. بنزل خلص ما بقى استعملت اللابتوب لحظتها خلص وقف كل شيء ما بقى قربت لللابتوب لانه خلص بلغوني. رحنا على الاتش ار عرضوا علينا المبالغ اللي عرضوها وانه نحن هالقد قادرين نعطي وانه انتو خلص يعني اشتغلتوا سنتين عن اللي قبلكم عطيونا 22 شهر. طب اليوم في ظل كل المعطيات اللي عم نحكيها وحماس النقيب والاتحاد والاتحاد العمالي العام ووزارة العمل وكل المعنيين، انتم متفائلين بالوصول الى حل ينصف المصروفين الدفعة الثالثة؟ بوجود النقابة معنا ودعمتنا ونحن كلنا مصممين ان شاء الله. ان شاء الله. نقيب اذا بتسمح لي اليوم بعد ما قلنا انه وزارة العمل يعني كوسيط فشل دورة. نعم. الاتحاد العمالي العام يعني ما قدر. لا الاتحاد العمالي العام بعد ما بعضينا نحن وياه. خليني اقول شغلة وجه بالدفعة الثالثة ما دخل على الخط. بالنسبة للدفعة الثالثة انا خليني اوجه لنداء وعندي اصدقاء. تفضل. ببنك سدادات. نعم. فعلا. وهن بيعرفوا حالهم. الصداقة هون بتلعب دور. طبعا. الصداقة بتلعب دور. القضاء الصداقة بتلعب دور. ما بعرف هي محاولة. نعم. قبل ما انه نروح للمحل اللي بدنا نروح لوين بدكم تروحوا؟ رايحين لانه نعمل حركات على الارض ما كنا بنتمنى انه نعملها ما ولكن اكيد ما اعلنتوا وين وكيف رح تتم اللقاءات رح بيتم اجتماع بيننا وبين الموظفين بنحدد الزمان والمكان ومنطلب رخص شرعية فيهم ومننزل على الأرض لأنه عرفنا أنه إدارة البنك يمكن أنه بدأ تأخذ احتياطات. نحن مع الاحتياطات من شو يعني؟ بتخاف منا، بتخاف أنه نفوت على البنك ونعمل قصص لا سمح الله. نحن أكيد نحن نقابة وحقنا أنه ننزل على الأرض وحقنا أنه نعمل اللي لازم نعمله من شان نحافظ على حقوق العالم. في شغلة بس كنت عم بتوجه بشغلة بتأمل من اللي عم بيسمعوني بإدارة بنك سردار إنه يوعوا لحقيقة الأمر. العملية منا مسحة. شو بدك منهم؟ بدي منهم إنه يرجعوا للي عطيوه بال 2016 وال 2017 ويشتغلوا على أساسه ويطرفنوا لقلنا ويقولوا لنا نحن على استعداد إنه نفوت نعيد المفاوضات لأنه الكلام اللي حكيوه بوزارة العمل كان كلام نهائي وقدموا طرح نهائي على ورقة مكتوبة 22 شهر هاي اللي حكيتك إياها 9 أشهر. أوكي. فأنا بتمنى تيوفروا على حالهم وعلينا وكنت بتمنى أنهم يوفروا على حالهم وعلينا من الأول بال 2016 اللي بدهم يشيلوه فرد مرة يشيلوه حش بقى يقطروا بعد في دفعة رابعة يعني؟ بردون؟ ممكن يكون يصير في دفعة رابعة بعد؟ انا مع 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 بهالجو اللي صاير راح بيصير في دفعه رابعه يمكن وخامسه وسادسه. هيدا مش مقبول. خليني اقول شغله. اذا انا 3 سنين يا حاج كل سنه في عندي دفعه بدي شيلها يعني انا عم بنام وبصحى على انه صار في عندي ناس اكسي هلا اثنين لازم زيد. ما معقول. كان نقابي شو هو المبرر برايك؟ كل مره في تبرير يعني مثلا اللي شيلوهم بال 2017 اللي انه سكروا فروعه. أوكي. الفروعة تسكرت كان بعده البروتوكول قائم. أوكي. واجت مديرة الفرع مع الموظفين قالوا لهم يا عم انتوا عم بتسكروا لنا فروعتنا يعني نحن ما قلنا محل طلعونا على البروتوكول وكان بعده قائم. أوكي. قالوا لهم لا احنا بحاجة لكم كثير وانتوا لا يستغنى عنكم. بس قطع شهرين صاروا جماعة ما بدي اقول الكلمة يلي هي بيقولوا اكسبايري عيب. نحن منا هيك. نحن منا تفاحة تتاكل وبتنكب. لا ناكل طيب منها وبعدين بتصير محل من كبة. لا عيب
عيب، عيب التعاطي بهالطريقة. طب اليوم دنيز قدامك يعني، نعم. وعم تحكي بوجع، عم تحكي بحرقة قلب، 35 سنة أعطيت من عمرها بإخلاص لهذه المؤسسة ومستمرة فيها. نعم. يعني قديش اليوم بدنا نحن نلتمس حلول في ظل وعود تحركات قد تكون مقبولة غير مقبولة؟ ما بنقدر نلجأ للقضاء لمرة واحدة ولا لا؟ نحن من احد الاشياء، احد المخارج اللي اقترحناها ممكن انه نروح الى تحكيم خاص. نعم. نحن وياهم. نعم. وبعد نقول هلا يعني اكيد بدي اخذ موافقه الموظفين، بس هذا احد الحلول. نعم. نروح الى تحكيم خاص. اوكي. هالتحكيم الخاص بيكون ملزم لانه لالهم، ما بتكون باطار وساطه انا فيي ارفضها وهن فيهم يرفضوها، واذا رفضت من احد الطرفين مش مثل ما صار مع الوسيط وزاره العمل. لا يعني. الوسيط الوساطه اذا طرف من الطرفين رفضوها وقفت، انما التحكيم، التحكيم ملزم للفريقين. حكم بيطلع وملزم، هالحكم بيطلع وملزم. يعني ممكن انه نروح أوكي. للتحكيم وممكن يكون حل، ولكن انا بتصور انه فات الاوان. يعني هلا اثنين ما بقى اصلا هن رفضوا، يعني خلص هن رفضوا التحكيم. طب اذا رفضوا هن، هن رفضوا التحكيم وهلا نحن صرنا بنرفض التحكيم، بدنا نشوف شو عندهم، واذا ما في عندهم شيء نحن وياهم بالشارع خلص. طب الشارع شو رح يقدر يعطيهم مطالب للشباب والصبايا؟ الشارع، الشارع بأس يا اللي يا اللي يا أستاذ الأولى، يعني هن بيرضخوا تحت ضغط الشارع يا أستاذ الأولى. نحن رح بوعدهم بأنه اللي عم بيصير رح بيصير بالشارع شغلي نوع قصص نوعية، ما رح بتكون قصص عادية. نعم. قصص نوعية، والقصص النوعية ضمن احترام كرامتنا وثقافتنا المصرفية وضمان حقوق الموظفين، وبنعرف كيف نعملها وكيف نقيسها. اقرب تحرك ايمتى رح يكون تنكون معكم على الارض؟ مش باكثر من جمعتين. بالمؤتمر امبارح ما اعلن تواريخ؟ ما اعلن ليه؟ لانه نحن بدنا ناخذ موافقات، والموافقات افساحا في المجال، والموافق عفوا افساحا في المجال امام تسويات قد تكون مرتقبه. يعني ممكن ممكن ممكن، مع ان نحن منفتحين على كل التسويات. وانا بس بدي اقول كلمه قبل حاج، بس بدي اقول شغله رح احكي انا اللي عم بيصير ببنك سرادار، هنالك بعض القصص عم بتصير بمصارف عديدة مش معلومة. أنا أحذر كنائب مصارف أنه رح تنكشف العورات من هلأ اتني لفترة 15 يوم، يلحقوا حالهم البنوك، يلحقوا حالهم البنوك البقية. نعم. المعتبرين حالهم أنه هن سانت ميتوش، يعني ما حدا بدق فيهم. لا رح ندق فيهم. طيب. ستنا بالختام شو بدك تقولي يعني بهالإطلالة اللي رح يكون إلى متابعة؟ لأنه في كتير مواضيع بدنا نحكيها بعد مع النقابة بإطلالات تانية ميدانية، رح نكون نحن مواكبينكم لحتى تقدروا توصلوا لحقوقكم وإن شاء الله بأقرب وقت. شو بتحبي تقولي؟ أول شيء أنا بناشد، بناشد المسؤولين. نعم. بناشد حاكم مصرف لبنان يطلع بموظفين المصارف، لأنه اللي واضح أنه رح يصير تقريبا سنة تقاعد بالمصارف 50 سنة. نعم. لانه كل اللي عم بيطلعون سوري تقريبا فوق ال50 سنة عمرهم. نعم. ما عم بيلاقوا شغل، الضمان الاجتماعي عم بيخصمون منه، يعني وضعهم الاجتماعي كرمال وعم بيرجع لورا، البطاله عم بتزيد. بنتمنى انه يطلعوا فينا، مش بس فينا نحن، بكل المصارف، لانه اذا نحن ما قدرنا نعمل شيء كل المصارف بحس انه لاحقين لاحقيننا، لاحقين هالتصرف. ان شاء الله يعني يلحقوكم على الخير مش على المشاكل. ان شاء الله بمساعدة النقابة والاتحاد اكيد ان شاء الله. انا بدي اشكرك وبدعمكم، بدي اشكرك عضو لجنة الموظفين المصرفين ببنك سرادار. نقيب بالختام كلمة اخيرة. بالختام انا بدي اقول انه الجو اللي ريخي حاله بالقطاع المصرفي. نعم. لا يبشر بالخير. الجو العام يعني هنالك قلق، هنالك يعني سرسبة على المصير، هنالك الوضع هيك ما بيكفي، الوضع هيك ما بيكفي. بده الإنسان يحس بأنه هو مستقر وعم بيشتغل وعلى صخر إجراء، مش إجراء على رمل ومش عارف أمتى بيزق وبيروح هو الرملة. نائب أنا بدي أشكرك لك، أهلا وسهلا فيك رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري. أصدقائي هلأ بريك وبنرجع نتابع سوا برنامجنا. بعدنا معكم متابعين برنامجنا مشاكل وحلول. اسمحوا لي سوا نرحب بضيفنا لتاني مره بنلتقي معه، المهندس بشار ابي يونس رئيس حزب الانقاذ البيئي في لبنان. اهلا وسهلا فيك. كنت تاهيل يعني سيدي، من مره لمره وقت بنلتقي معك نتوسم خيره، نقول انه دائما وقت بنقول بيئه بنقول في من يسعى
ويجهد لإنقاذها. اللي رح نحكي عنه اليوم هو يصب في هذه الخانة انطلاقا من التمني على كل الصيادين ياخذوا بعين الاعتبار موضوع هذه الحلقة يلي رح نضوي فيها على إطلاق 50 حجر بمنطقة اللؤلؤ بالقرب من جبل حفرون بساحة سيدة الرملية باللؤلؤ. طبعا رح يكون أو تكون الرعاية للنائب شامل روكوز، رح يحضر النائب سيمو أبي رمية، المهندس جان جبران مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان، ورؤساء بلديات ولفيف من أعضاء الحزب ومناصرين للبيئة وإعلاميين. نعم. خبرني ليش فكرت بإطلاق 50 حجر بمنطقة اللؤلؤ هالمرة؟ الحقيقة أنا بعد الحجر أول شيء رمز لبناني عريق، وأنا ابن جبل. نعم. وابن البيئة بحس فيه أكثر من ابن المدينة، ما بحس بهالجمالية ابن المدينة لأنه بعيد عن بعيد عن شو؟ عن الجبال، عن طبيعة الجبال. نعم. عن روحانية الجبال فينا نقول. الحجر الصبح صوته مثل كأنه موسيقى، كتير كتير حلو، يعني بياخدك لبعيد. هلأ مش عم نحكي شعر، لا، بس هاي الحقيقة. من هالمنطلق انا فكرت انه هالطائر الفريد والحلو والجميل انه لازم يضل في عنده له استمراريه. نعم. يعني يضل موجود خاصه بالجبال اللبنانيه. هلا ما عندكم باللؤلؤ حجال؟ بالحقيقه انا بوجه تحيه لكل شخص عم بيهتم بالبيئه بلبنان. نعم. ان كان بلديات او كانوا مسؤولين او كانوا افراد. نعم. بوجه لهم تحيه اكبار واحترام لانه ايد واحده ما بتزقف. نعم. وفي ولح اقول لك ليش سبب رجعت الحجال. مثلا رئيس بلديه اهمج عندنا الاستاذ نزيه سمعان، نوجه له تحيه، نوجه له تحيه. اطلق حمله السنه الماضيه وانا من مناصرينا برعايه وزير البيئه، اطلقوا مجموعه كبيره من الحجال بمحميه اهمج، عزر اهمج. نعم. اللي معروف عن ايام الامبراطوريه الرومانيه، اللي كتب على احد صخوره ممنوع قطع الاشجار الدائمه الاخضرار لانها مساكن لارواح الالهه. أدريانوس. حكيت عنها مرة ماضية. عم برجع. لا مهم كثير. نوع عنها كثير مهضوم. وعمل شغلة مهمة إنه زرعوا بحدود 20,000 شجرة أرز. نعم. بإهمج وضواحية واللؤلؤ والعزر. وعملوا طريق جبلية يعني للمشي، ممارس رياضة المشي بسفوح إهمج، كثير كثير مهم هالمشروع. طيب الأحجال اللي أطلعوهم بعدهم كيف بنعرف إنه بعدهم؟ بقول لك رئيس البلدية عمل حماية لهم، في شرطة بلدية عم بتواكب لأنه نعم. شغلة مهمة لأنه عملوها محمية، ورئيس البلدية واعي لهالأمور كلها وما راح يخلي يصير في أي أخطاء. نعم. بهالموضوع. لا بعرف، بس أنت وقت اللي بدك تطلق بالأحجال نهار الأحد رح يبقوا يعني هيك كيف بيبقى محله ولا بيرجع محل مكان ولا؟ انا برايي الحجل بيروح وبيرجع مطرح ما اطلقته، يعني ما بيبعد. بس هلا لحسن الحظ انه ما بقى في صياده يمشوا، ما في بده يطلع بالهمر على الصيد، ما في يطلع على سفوح اللؤلؤ يصيد الحجل. ليه؟ لانه بده مشي، بده جهد. الحجل بيصلوا له بالستاره، بيحطوا بيعمروا هيك بحجارة وبيجيبوا سركية تتعيطن للحجال وبيقوصون. هلأ ليه اللي بيطلعوا بيعملوا هالشغلة؟ عم بتعلموا لهلا أنت كيف؟ لا مش عم بعلموا، لأنه ما بقى في حدا يطلع ويعمل جهد يمشي مثل الإدم. هي. اللي كانوا يمشوا هلأ صار الصيد ديليفري. ديليفري صح، بيروح بيشتري بقوله تصيدت وجيت. بعدين بوجه تحية لرئيس بلدية العقورة معلي، أنا بحترم كل واحد عم بيهتم بالبيئة. نعم. منصور، الدكتور منصور وهبي، لأنه مانع الصيد الحجال بالعقورة، وكل صياد بيطلع لفوق ومعه بارودي أو شيء المغفر بيخده منه، ممنوع يقوصوا حجال. يعني تكوترت الحجال بالعقورة بشكل كبير، وحتى عم ينزلوا بين البيوت، صار الحجل بس يأمن بينزل بين البيوت. هيدي شيء مشكورة ومهمة الخبرية، لأنه في ناس عم بيهتموا عم بيحافظوا على هالطير الغالي، حجر كتير مهم. ومبسوط أنا رجع يكوتر بكل السفوح اللبنانية وخاصة باللؤلؤ. ليه اخترت اللؤلؤ؟ هذا اللي بدي أسألك إياه. ليك أنا مني مناطقي، أنا رح أعمل حملة تانية بغير اللؤلؤ. نعم.
بس واحد اول شيء ببلش بإطار جبل لبنان، ببيئته بإطار جبل لبنان وغير جبل لبنان بالشمال بالجنوب. أوكي. لانه انا بعد لبنان وحده متكامله، مش تربيح جميلي او نعم مثل ما بيقولوا مني، لا انا نظرتي للبنان شموليه، نعم مش للقلوق او لاهمج او للعقور او لتنورين، لكل لبنان. لانه انا قلت لك حيكون معكم كمان رئيس بلديه شتين، رئيس بلديه شتين المهندس نعم. روكوز ساركيس روكوز خيو للنائب شامل روكوز صديقنا. ونحن اصدقاء الطفوله يعني، فالبيئه جمعتنا يعني. اللقلوق ليش نقيت اللقلوق؟ لانه بيئه اللقلوق هي اللي علمتنا البيئه واعطيتنا هالروح الحلوه. خبرني عن البرنامج اللي عيبته وكيف. البرنامج هو رح نطلقهم يوم الاحد 23 ايلول نعم الساعه 11 بساحه سيده الرمليه المواجهه لجبل حفرون التاريخي. رح نطلقهم من هنيك. الوصول سهل لألا؟ الوصول سهل لأنه في طريق السيارات في مواقف يعني قدام ساحة باحة الكنيسة. والهدف منا أنه نحن أنا أخذ قسم ذكور وإناث تصير في تزاوج تيكوتروا. والحجل سريع يعني بتبيض بحدود 30 بيضة بالحجلة. وبيكوتر بسرعة والحجل في شغلة مهمة كتير ذكي. إذا أوقات بيغدروا الصياد شو بيعمل؟ بينام بالأرض وبيحمل حجر، بيعطوا حجر صغير وبينام، ما بيشوف، بيشوف الصياد بيشوف حجر ما بينتبه له، ما بيقوصه. أزكى طير الحجر ما تستهون تعيش بالجبال. طب ليش ما فكرت تعمل مثل قفص كبير عملية تزاوج اللي حكيت عنها وترجع تطلق أكثر من 50؟ لا أنا بدي شجع الحجال للطبيعة، أنا بهمني طبيعة لبنان ترجع تاخد مجدها القديم. لا. مجد الغابر هو بيتكيف مع الطبيعة الحجل بيتكيف طبعا بيتكيف مع البرودة. الحجل بيعيش بيحمي حاله من السقعة. وبعدين الحجل بس يطير مثل الميراج صوته بفزع، إذا واحد قلبه ضعيف بيفزع رهيب الحجل. بس في التزاوج الحجل تقلك ما فيك تحطهم مع بعضهم لأنه الذكور بينقر الحجلة براسه بيقتلها إذا عند التزاوج، إذا امتنعت إنه تتزوج. إذا ما خلته تزاوج كتير شرس الحجر بينقر لراسها يعني. نعم هيدي معروفة معروفة يعني مش إنه أنا طب اليوم سيدي عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان الشاشة الأم، أنت عم تحكي يعني عن مبادرة مهمة كتير، الناس رح يكونوا حدك أهل اختصاص بيئيين. الإعلام شو مطلوب منه بهذه المرحلة لحتى يكون شريك معكم باللي عم بتقوله؟ الإعلام مطلوب منه إنه يوقف معنا، نحن عم نعمل شغلة ما إلنا غيّت فيها دون منية، لأنه نحن كلبنانية عنا الطبيعة الحلوة وعنا بلد مذكور بالتوراة وبالإنجيل 70 مرة نعم بلاد الأرز، لازم نحافظ عليه، لازم نقدسه. برافو. بس لسوء الحظ إنه البيئة تراجعت بلبنان، يعني النظرة للبيئة تراجعت، يعني ما في نعم. وعي، ما في وعي بيئي نعم مثل ما لازم. بس رغم كل شيء في اشخاص عم بيهتموا بالبيئه بشكل عفوي نعم. وانا بهنيهم لانه هودي مبادرات شخصيه. وبسمي حدا عندنا بالمنطقه علي المولى عم بيهتم بالحجال ويهتم بكل انواع الطيور. شو طبيعه اهتمامه؟ طبيعه اهتمامه انه بفقس هالطيور هيدي وهو بيربيها وعنده من جميع الطيور، الحمام الفري، هو عنده هوايه يعني. طب ليش اخترت حجال بس مش غير انواع من الطيور؟ انا اخترت الحجال لاني بعتبر الحجل رمز لبناني اصيل. طب بس هلا موسم صيد يعني. انا ماني ضد الصيد استاذ، انا مع تنظيم الصيد ومثل باوروبا مع تنظيم مش صيد العشوائي. نعم. والحجل انا مش ضد صيده بس بطريقة انه مش طريقة عشوائية، انه يعلقهم واحد يعمل ابهيات انه انا لك ليش متصيد، هيدي بدنا نخلص من هالشغلة. بده يعمل كبة حجال شو بيعمل؟ اطيب كبة كبة الحجال لمعلوماتك. الحجل لحمه من اطيب المأكولات اللبنانية. نعم. بس ليش سألتني انه الحجل؟ لانه الحجل بيعمل مثل طالما سميت استاذ علي المولى وقلت انه هو يعني بيهتم بطيور حمام وغيره، ليش ما اخترت تطير غير الاحجال هيدا غير الحمام؟ بعد شوي عندي مبادره ثانيه هلا بطلق عليها بحينها، هلا ما فينا نستبق الامور.
نحكي شو بدنا نعمل يعني غير حجيل بس خلي هذا هلأنية ما نسبق الحدث. طب دور الإعلام أنا يعني سألتك عنه يعني بمواكبة حماس معالي وزير الإعلام ملح مرياشي اللي منحييه متحمس جدا لهذه المبادرة، لأنه أستاذ ملح مرياشي بيئي أول بلبنان وبتمتع بروح شاعرية ورومانسية يعني بيقدر الأشياء الطبيعية، لأنه كمان هو ابن جبل وابن الجبل بيعرف قيمة هالأمور هايدي. نعم بحسه. هو شجعني على الموضوع ووقف معنا كمان، وأنا بشكره لمبادرته وحكي حضرتك وحكي الأستاذ توني، لأنه بدنا نشجع هالأمور بلبنان بطريقة مش هيك عشوائية، بطريقة منظمة ويكون لها مردود بعدين بيئي سياحي. شو الهدف سيدي؟ سبقتني عم بتقول لها مردود، انا كنت بدي اقول لك شو الهدف. مردودة مش مادي، مردودة نعم. بيئي سياحي. نحن لبنان كان سويسرا الشرق. طب 50 حجل باللقلوق كافيين تيعملوا مردود؟ ايه، لانه كيف بيقولوا نقطة شتي من هون نقطة شتي بتعمل نهر. نعم 50 حجل بسنتين بيصيروا 2000 3000 حجل اذا تكوتروا ما تستهونها. نعم وهي هالاطلاقة رمزية تنشجع غيرنا كمان يهتم ب مور الحجيل وغير الحجيل. هلا الضبع بيقتلوه، الضبع كل شيء حشرات مضره بياكلها بيقتلوه، بيتجاهوا انه قتلنا ضبع او الويل. حضرتك ضد؟ انا ضد قتل الضبع لانه بينظف الطبيعه، لانه الله خلق هالحيوانات هيدي مثل فلتراج للطبيعه، مثل سمكه المنفخ بالبحر طلقت كل فيه زباله ونفايات، هي كمان مفيدة. نرجع نذكر بالموعد، رح يكون الأحد المقبل، الأحد المقبل 23 أيلول 23 الساعة 11 باللقلوق الرملية باللقلوق. بنتأمل تشريفكم، واللي بيحب أهلا وسهلا فيكم. مين بتعزم كمان؟ بتتأمل تشريف الإعلام؟ أنا صراحة عملها البيئيين مدعوين. لا محدودة عملها محدودة. بعدين عملها، لا ما بدي كذب، أنا صريح. نعم. محدودة لأنه المطرح شوي محدود، لأني أنا داعيهم بعد هالحفلة لهيك لقمة، أو بدك تقول لقمة جبلية من وحي اللقلوق. بس إن شاء الله بعد بنعمل نشاطات أوسع وأكبر، بس هيدي هلقني بداية سفرة الألف ميل بتبلش بخطوة، وأنا بشجع كل اللبنانية والبيئيين وغير البيئيين يهتموا بطبيعة بلادهم، لأن طبيعة لا تتكرر. نعم. لبنان فريد من نوعه بجماله وبطبيعته، بس في اهمال، في اهمال. مين مسؤول عنه اذا بدك تحدد؟ بختام هذه الاطلاله، كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين من الصغير للكبير، ما راح حدد. انا مسؤول وانت مسؤول ووزاره البيئه مسؤوله، كلنا مسؤولين. نعم. ما نحط الحق على حدا، بس بدها شغله نتفت وعي ونتفت نهضه من جديد. ومعلش اللبنانيه عندهم طيبه وعندهم محبه، اذا نوهت لهم عشي بيوعوا وبيهتموا، بصيروا هني. انا تفاجأت بناس امبارح ما بعرفهم عم بيهتموا بالحجال وبالبيئه يمكن اكثر منا، انبسطت فيهم، لانه ايه انا وحدي ما فيي اعمل شيء، وانت وحدك ما فيك تعمل شيء، ايد وحده ما بتزقف. انت المبادر هلا، بس انا المبادر، او في يقول انا الرائد بهالشغله بهالفكره. نعم. لانه مهم يكون في ريادي بالشغله، تا انت تحمس غيرك تلهمه، لهي شغله الهام. مش مهم الماديات بهالموضوع، في لذة انه انت عم تعمل شيء لوحدك. انت رح تتكفل بكل المصاريف. انا عم بتكفل بكل شيء بدون منية، لانه هيدي هي رسالة بدك تقوم فيها على اكمل وجه، والا ما تفوت فيها. انا ملت رئيس بيئي كون قد الحملة او لشو. انا اسمح لي اشكرك، قلك نحن رح نكون مواكبينك، رح نكون حدك، رح نكون معك لحتى ننقل يعني وقائع اطلاق 50 حجل من اللقلوق بساحة سيدة الرملية الساعة 11 23 أيلول. أنا بدي أشكرك وبدي أحييك وبدي نحيي كمان صاحب الرعاية. بدي أقول الشعار هالإطلاقة مع إطلاق كل حجل ولادة جديدة، هذا الشعار تبعي. برافو، ولادة جديدة هذا شعار هذه الحملة. نعم. أنا بدي أشكرك المهندس، أنا بشكرك كمان بشرف يونس رئيس حزب الإنقاذ البيئي. شكرا لك. ميرسي لكم أصدقائي، نحن لهون بنوصل لنهاية حلقتنا، بشكركم، بشكر متابعتكم، إلى اللقاء.